الفراخ الفرفورني دي حاجة كلنا اتربينا عليها وكبرنا عليها. الفرخة بتتبل بزيت زيتون، عصير ليمون، ثوم شرايح وزعتر فريش، شطة، ملح، فلفل ودبس البلح. بيحلي الفراخ وبيديلها لون في الفرن. بنغطيها بالتتبيلة، يا نعملها قبلها بيوم يا نسيبها 6 ساعات. اهم حاجة والفراخ في الفرن عشان ما تنشفش ناخد الصوص ونسقي بيها الفراخ. الفراخ بتقعد في الفرن من 50 لـ70 دقيقة. بدل البطاطس جنب الفراخ قررنا ان احنا نعمل بطاطا، تحط عليها زيت زيتون ورشة ملح وفلفل وبابريكا وروز ماري فريش، وتخش الفرن وبتتقدم جنب الفراخ.